لا تبالي إذا واجهتك بعض العراقيل في طريق رحلتك، ربما تكون دافعاً لوصولك إلى القمة. حياكم الله بحلقة جديدة من برنامج المحطة في هذه الأمسية الرمضانية الجميلة مع ضيوفي الكرام. أرحب بضيفي الأول الدكتور مصطفى ناجي، مستشار رئيس الوزراء للشؤون السياسية. حياك الله دكتور، ورمضان كريم عليك. السلام عليكم، وشكرا لقناة الأيام على هذا الاستضافة في هذه الأجواء الربيعية. وبغداد تنعم بالأمن والأمان والحمد لله، وشكرا إن شاء الله شهر خير وبركة على العراقيين إن شاء الله. إن شاء الله. أيضا ضيفتي الأخرى هي الدكتورة سناء الموسوي، مستشارة رئيس الوزراء لشؤون الحماية الاجتماعية. حياك الله. أهلا وسهلا بكم، شكرا جزيلا على الاستضافة. رمضان كريم، أسأل الله قبول الأعمال إن شاء الله يا ربي. يعني هي من أجواء المكان وكذا، هو إحنا هذا السؤال اللي ينسأل دائما، أجواء رمضان تختلف من مكان لمكان ومن بعاداتها وتقاليدها. شلون وياكم اليوم الفطور؟ الحمد لله شكر. يعني رمضان، شهر رمضان الكريم مبارك إن شاء الله، يعني إلى خصوصية تعرفون يعني جنابكم، أجواء عائلية طبعا هي بالبداية. وأنا يعني في كتصرف شخصي من عندي دائما أرفض الدعوات اللي بيها إفطار خارج المنزل، لأن في طقوس خاصة مع الأولاد مع العائلة. تحب يكون في البيت؟ نعم في البيت، لأن أجواء رمضان بصراحة يعني لا تعوض. صحيح. والعراقيين طبعا بعمومهم تكون أجواء رمضان بيها نوع من التماسك، نوع من التعايش، نوع من التواصل، من صلة الأرحام الأصدقاء. يعني أجواء مثالية صراحة بشهر رمضان. أكو فد أكلة لازم تكون بالسفرة؟ يعني هو التشريب هذا يعني إحنا نبدي به أكيد يعني، أما باقي الأشياء فتعرفون الثانوية تبدي السفرة في 20 شكل، ثاني يوم 19 شكل، بعدين تصفيات إلى أن نصف على شكل واحد. وطبعا يعني هو ما ينوكل كله، الأكل ما ينوكل. أي نعم ما ينوكل كليته، بس هو سبحان الله الصايم يقول يحب يشوف الأكل. وهاي دكتورة من النجف، والنجف لها عاداتها وتقاليدها المختلفة عن بغداد. شنو السفرة تتكون من شنو؟ هل عندكم مثلا أصناف معينة من الطعام في رمضان لازم تنوجد بالسفرة؟ يعني لا، بالعكس هي السفرة يعني مشابهة في كل مكان، لكن احنا عندنا أكلة فسنجون. أيوة. رمضان نطبخها. فقد بقية المحافظات ما يطبخوها، ولو هسه صارت هي موجودة، لكن بالنجف عادة في شهر رمضان تنطبخ يعني الفسنجون. عموما أنا هذا العام محرومة من التواجد العائلي باعتبار يعني عملي في بغداد، بالتالي خميس وجمعة اللي أستطيع أنه يصير جلسة رمضانية لي. عادة رمضان في النجف سابقا، كل الأمور تغيرت حاليا، سابقا كان التزاور العائلي أكثر، السفرة تكون العائلة جد والبيبية والكل المجموعين والعمام. بحكم هذه الظروف اللي هسه مرينا بيها، ظروف يعني النظام البائد والأمور الأخرى اللي صارت، هذه العادات هم بدأت تقل، التزاور بدأ يقل. رمضان كان الناس تزاور حتى الجوارين والعوائل مستمرة وحدة للثنتين، بالإضافة إلى بعد ما ينتهي الإفطار الناس تذهب إلى العتبات المقدسة لقراءة الأدعية والقرائين والبقية الأمور، لكنه هذه حاليا مستمرة. لكن الأمور العائلية صلة الأرحام بدأت تقل مع الأسف. في مكان فيه مرقد الإمام علي عليه السلام، هم تسوون مثلا ويا الفطور تروحون تفطرون هناك هذه الأجواء مثلا؟ يعني بعض العوائل اللي تأتي من غير محافظات أو من الأقضية والنواحي يأتون إلى العتبات، يعني يصير فطورهم مثلا بالحدائق المجاورة للعتبات وهكذا، لكنه جماعة مركز المدينة لا، الإفطار دائما يكون بالبيت، يعني هو يعني أكثر راحة. بالتالي أكو أمور مستلزمات اللي موجودة على السفرة صعوبة نقلها. فعلاً فعلاً فعلاً. هي حتى نسمع بالفسنجون بس ما شايفي يعني بصراحة. إن شاء الله نطبخ الفسنجون. أنا يعني أنا ما ضايقته، بس أعتقد هو ثقيل، يعني إيش عجب تاكلوا في رمضان يعني مو دسم يعتبر؟
هو بالتأكيد دسم لأن بي يعني راشي بي بجوز بي لكنه دائما بأيام القدر الناس تطبخ الفسنجون في محافظة النجف. عادات وتقاليد يعني. هذه حلو أنه تتوارث هذه العادات لأنه بدأت شوية شوية سبحان الله عاداتنا وتقاليدنا تروح ما تندثر. يعني هو هذه العادات والتقاليد خاضعة لمنطقة التطور اللي كل العالم يعني. نعم. يعني دا يشوفه يعني أنا جيت قبل أسبوع تقريبا من جولة في أوروبا. ولاحظت يعني شاهدت بعض العادات والتقاليد مو بس احنا يعني غادرناها يعني على سبيل المثال كثير من الصحف العالميه المشهوره الورقيه غادروها يعني اي صح واصبحت العالم كلها يعني حول الصحافه الرقميه وغيرها قضيه العادات والتقاليد عندنا بالعراق يعني لازلنا يعني انا يعني اشوف ارصد بعض الـ يعني من اصدقائي من اقاربي لا بعدها العادات خصوصا في المناطق الشعبيه لا زالت قضيه هذا الماعون اللي يفتر من بيت البيت هذا موجوده لحد الان يعني احنا قبل كل هذا طبعا احنا العراقيين نتميز بالماعون نعم. قبل كل افطار يعني يعني ربة المنزل تخلي فد ماعون او ماعون هذا البيت فلان هذا البيت اخوك هذا البيت اختي هذا البيت كذا توزع وطبعا هذه مثل الدين يعني الماعون الماعون يروح ويجي بأكلة اخرى بأكلة اخرى وهذه يعني حلوه من ميزات شهر رمضان يصير. بس هي لا احنا عندنا طول الايام فتره رمضان موجوده هذه اي فعلا عاده هو يعني الانسان انا اشوف بهالشكل هذا اليوم كنت في حديث مع احد الزملاء عن حول الاكل والهذي فساعة بثلاثة تعرفين الإنسان يظل يعني إحنا سفرتنا بسيطة نعم. يعني وبيها تقريبا من الموروث أهل البيت عليهم السلام أنه نبدأ بالملح وننتهي بالملح عادة الأكل إحنا ما ندور ذيك الأصناف مع العلم أنه أم بيتي يعني ما شاء الله عليها طباخة ماهرة من الدرجة الأولى تحياتنا لها وخاصة في رمضان ولكل النساء يتعبون النساء العراقيات إحنا ما شاء الله نفطر ونتنحى على جانب تبقى هي يعني تمارس دور قبل الإفطار وبعد الإفطار وبالسحور وهذا طبعا جهد إضافي دا شوف يتعبون طبعا فتحياتنا لكل أم لكل زوجة أكيد. لكل أخت لكل بنت بهذا طبعا عليهم ضغط شديد وإحنا نقول الله يبارك بكم إن شاء الله أكيد دكتور يعني الدكتوراه في الفكر السياسي من جامعة بغداد هذه الجامعة العريقة اللي خرجت الكثير من العلماء والفلاسفة وغيرهم شنو حملت من هذه الجامعة وهل هناك يعني شلون مثل ما نقول رسم للطريق رسمته لنفسك حتى وصلت لما أنت عليه الآن؟ يعني الحمد لله وشكر بفضل الله سبحانه وتعالى وفضل دعم العائلة إلي دعم والدي الله يرحمه ونحن نفتقده في هذا الشهر طبعا ودعم الوالدة والأخوة والأخوات والزوجة أكيد كانوا لهم موقف وكان لهم دعم لكن أنا يعني في دراستي تعرضت إلى محطات صعبة في حياتي في زمن النظام السابق يعني أنا قبلت في جامعة بغداد سنة 98 لكن في الأحداث اللي رافقت استشهاد السيد الصدر ترقم قيدي لأسباب سياسية ومن ثم اعتقلت في الجامعة وخرجت عام 2002 بعفو من رئيس النظام السابق مع اللي عفى عنهم من السجناء السياسيين وأكملت مشواري في الدراسة ثم حصلت على الماجستير سنة 2005 وكتبت في الفكر السياسي الإسلامي واختاريت موضوع يخص يعني الفكر السياسي الشيعي الإمامي وكانت رسالتي في وقتها هي أول رسالة تناقش هذا الموضوع على مستوى أكاديمي ثم ما خفت من هذا الموضوع أنه ممكن الناس همينت يثار عليها شيء باعتبار فشيء غريب ما حد يتطرق يعني هو أنا واجهت تحديات لكن اللي يعني سهل الأمور كلها هو دعم العائلة لي طبعا بكل تأكيد بعدين احنا في 2011 قلت خلي اقرر انه اكمل دراستي ذهبت الى مصر وصارت احداث 25 يناير واكملت دراستي طبعا هناك لكن بقت على المناقشه الاحداث يعني اللي صارت يعني بالاحداث انت كنت هناك نعم قبل وبعد 25 يناير وكانت فرصه أنا يعني اتعرف على ما بين قوسين الربيع العربي وما جرى في يعني تلك الفتره بعدين تعرضت الى مساءله من قبل الباحث المصريه و ايضا رقن قيدي وجيت الى بغداد وقدمت مدعى القبول العام والحمد لله وش تكلل هذا الموضوع ايضا اكملت دراستي في الدكتوراه عام 2015 وحصلت على درجه الامتياز في كليه العلوم السياسيه جامعه بغداد
ومارست بعدها التدريس في جامعة بغداد والجامعة العراقية، وأخذت مجالي في الوظيفة بعدين، يعني كنت في مستشار في مجلس النواب، ومن ثم التحقت مع فريق دولة الرئيس في مجلس الوزراء. حاليا أنا مستشار للشؤون السياسية المحلية للسيد رئيس الوزراء. إذن يعني هي تدرجات ومحطات صعبة في حياتك. نعم. صعبة جدا لحين ما وصلت للمكان اللي أنت به. نرجع لك ونعرف أنه هذا المكان شون تحاول أنه تكمل به، شون تحاول تدير الموضوع به. لكن خلينا ننتقل إلى دكتورة. دكتورة، حصلتي على درع اللي هو درع المرأة العراقية المتميزة في 2008. ضروري أنه نحكي عن هذا الموضوع، وشنو الدور اللي كان يعني مناط إليك بحيث أنه حصلتي على هذا الدرع؟ يعني أنا عام 2003 بعد سقوط النظام في شهر 12 رشحت إلى مجلس بلدي في محافظة النجف، وعام 2004 صعدت للجمعية العمومية اللي كانوا 20 من كل محافظة، فأنا كنت من ضمن 20 رغم ما كنت متهيئة. يعني أنا بنفس اليوم رشحت، ثاني يوم انتخابات فصعدت من ضمن 20 اللي هم كانوا متفقين الكتل والشخصيات السياسية. أنا جيت كسرت العدد بس ما وقفت، قلت لهم أنا من هذه العائلة من هذه الأسرة، وتحدثت عن تاريخنا وجهادنا ضد النظام. بالتالي صعدت في عام 2004. 2005 رشحت للمجلس المحافظة، كنت أول امرأة حصلت على نائب رئيس مجلس المحافظة، لكن درت مجلس محافظة رئيس مجلس. الأهل كانوا داعمين لهذا الموضوع؟ إحنا نعرف يعني أنا عائلتي كانت تقارئ النظام، لدي يعني من عوائل الشهداء، فكانوا عمامي مجاهدين وكذلك خوالي وأولادهم، وانطينا عدد كبير من الشهداء، وجدي وبيبيتي أيضا كانوا من السجناء. بالنتيجة عندما أنا كنت لما أشوف مثل عمامي عملهم السري ولقاءاتهم واجتماعاتهم، وصار عندك دافع، صار عندي دافع. والفترة اللي أنا أبقينا بها بزمن النظام، أنا انفصلت، كنت معيدة في كلية الطب جامعة الكوفة قسم الفسلجة، انفصلت عام 94. هاي الفترة اللي بقيت بيها كنت مهيئة نفسي لكل طارئ يصير، متواجدة بالشارع. كان والدي شوية ما يقبل، يخاف، يعني يخاف علي باعتباري امرأة، يخاف يصير شيء، يخاف باعتبار شاهد أخوانه بالسجين، يخاف يلاحقوك، ما نعرف أخبارهم شنو. بالنتيجة أنا كنت متواجدة، حتى يعني عندما ظهر السيد الصدر وصلى في مسجد الكوفة، رغم أنا ما قلده، قلد السيد السيستاني، لكن أنا تواجدت في كل صلاة جمعة، كنت أتحدى النظام، وأنا المرأة الوحيدة اللي دخلت مسجد الكوفة بعد استشهاده، وأنا اللي أشرت. هذه إيش قد كان عمرك بعد؟ أنا متخرجة من الجامعة، وأنا يعني أشرت للشباب أنه دخلوا للمسجد، وكان مدير الأمن موجود في ساحة ما مسجد الكوفة، ما خفت، كان دكتور نصار موجود الربيعي. أنا أول قبل دخلت للمسجد وصلنا، لكن بعدين طاردوا ورانا، كانوا فدائي صدام. أول مرة ينزلون ما كنا نشاهدهم، اللي لابسين كله أسود فقط عيونهم طالعة. فهذه الأمور كنت أنا أجازف بها بعض المرات. يعني عندما عملت في مجلس المحافظة كنت متميزة وقوية وأدير الجلسات، وبدت أثبت أنه للمرأة أكو وجود دور بمحافظة، يعني محافظة يعني قدسية إلها، لكنه أكو دعم للمرأة، وبنفس الوقت بحجابي بوجودي أثبتت بي. تعرفين كانوا أكو الأمريكان موجودين يحضرون ويانا جلسات، مرات أنا كنت أمنعهم من دخول مثلا بالسلاح مالتهم لقاعة مجلس. مرات يعني مرة صارت مشادة بيني وبين القائد الأمريكي، قال هذه أنه أنت ما عندك حصانة، معظم مجلس نواب، بالتالي ما من حقش تتحدثين ويانا هذا الحديث. أبلغ مثلا المحافظ أنه إحنا راح نضع الكيس في رأسها وناخذها، وهي أمور اللي صارت وحدثت، لكنه
كانت هناك تشريعات مهمة تعرفين في بداية تأسيس مجلس المحافظة. عملت أن يعني مراكز محو الأمية كانت الحكومة بعد ما ملتفت لهذا، خرجت 1000 طالبة بجهود استثنائية وبتطوع من خريجات معلمات كانوا ما متعينين. فتحت مركز ثقافي للمرأة، وهذا المركز الثقافي كان منطلق لإقامة دورات يعني مجتمع مدني. زارنا عدة شخصيات ومسؤولين سواء كانوا دوليين سواء كانوا محليين. هذا المركز الثقافي عندما خرجنا 1000 طالبة كان السيد المالكي هو رئيس الوزراء، زار محافظة النجف. أنا طلبت من عده أنه يعتمد هذول يعني المعلمات اللي كانوا متطوعات ومتبرعات بالعمل، أن مركزنا أولا يعتمد هذول اللي تخرجوا تنحسب لهم شهادة، والمعلمات والمدرسات أنصر لهم فرصة تعيين. بحمد الله عندما وقع على الكتاب ماتي بالهامش وصار لهم اختبار امتحنا. يعني انت كنت سبب في تعيين وسبب في تحصيل شهادات وقسم من عندهم كانوا كبار سن. فبالإضافة إلى الأعمال الأخرى، بناء دور الفقراء، يعني كانت النجف بعدها ما بها ذاك الإعمار، ذاك كل المحافظات العراق باعتبار احنا استلمنا العراق كان كله تراب، ما كانت أكو لا تبليط لا بنى تحتية، لا رغم السهم أيضا بعد هي يعني مو ذاك الخدمات، لكنه بحمد الله احنا وضعنا أسس في تأسيس هيئة إعمار على هذا الأساس. تم تكريمك بهذا الدرجة. ممثل الأمم المتحدة ديمستورا زار يعني المحافظة النجف وطلب من السيد المحافظ أنه يكرم المرأة العراقية، فأبلغ أنه أنا اختاريت من خلال متابعتنا المرأة النجفية، وكان أعطوني درع التميز للمرأة في عام 2008. هذا نتيجة جهود كثيرة قد هسه يعني ما يسع الوقت أن نذكرها بنشاطات كثيرة وعديدة. لا بس هو حلو أنه واحد يفتخر اليوم عنده درع لأنه يكون هو متميز. يمكن خليني أروح للدكتور، أنت أيضا يا دكتور حاصل على جائزة التميز البرلماني كأفضل باحث في البرلمانات العربية لعام 2018. خلينا نحكي عن هاي الجائزة، وبالكواليس أيضا عندك جائزة أخرى أو جوائز أخرى، خلينا نتحدث عنها. يعني هي حقيقة هذه مجازة الأخيرة، كانت عدة جوائز في مسيرتي، لكنه في جائزتين أني يعني عندما أنظر إلى إنجازاتي يعني أقول الحمد لله وشكرا. أنا قدمت شيء للبلد أولا. الجائزة الأولى كانت عام 2009 على هامش المشاركة في برنامج الأمم المتحدة الإنمائي، وحصلت على جائزة أفضل بحث تشريعي على مستوى الاتحاد الأوروبي وبلدان المشرق العربي، وهذه الجائزة جبتها إلى مجلس النواب العراقي. وعام 2018 أنا شاركت في أيضا يعني قدمت نفسي سي في مالتي عن طريق الأمانة العامة لمجلس النواب، وحصلت على أفضل باحث برلماني على مستوى اتحادات البرلمانات العربية، وتقريبا أكثر من يعني مئات من الباحثين العرب تنافسوا معايا، لكن أنا يعني الحمد لله والشكر نظروا إلى إنجازاتي لسي في مالتي، عدد البحوث مالتي، يعني أقول حققت في شيء للبلد. وهي الجائزة الأخيرة اللي أخذتها عام 2018 كانت الجائزة الوحيدة اللي أدرجت في خزائن مجلس النواب من عام 1924 لحد عام 2018. لهذا اليوم مجلس النواب على مستوى هذه الجائزة لم يحصل على أي جائزة سوى الجائزة اللي أنا جبتها إلى مجلس النواب التالي للعراق. يعني يحزننا هواي اكو دخلوا للبرلمان وغيره، ليش ما حصلوا جوائز لحد الان؟ والله هذا شيء محزن شأنهم. يعني انا لا اعرف ان يعني ان ابقى في مكان بدون ان اترك بصمه. يعني بحمد الله على المقاطعه، عندك مساهمات ايضا في تطوير محتوى الموقع الالكتروني للاتحاد البرلماني العربي، يعني مو فقط محليا، لا هو يعني وجودي كان في مجلس النواب في دائرة البحوث اللي تعلمت منها كثير. يعني حطمت الرقم القياسي في عدد البحوث المنجزة، يعني عندي أكثر من 250 بحث منجز، عندي أكثر من 5 كتب مؤلفة، أكثر من 20 بحث ترجم إلى اللغة الإنجليزية،
مئات من المقالات المنشورة في صحف عربية وصحف محلية. الحمد لله والشكر يعني أنا حققت الشيء الكثير لبلدي لدائرتي. هذا شيء يفخر به البرلمان. الحمد لله والشكر. حتى على مستوى التعليم الجامعي يعني أنا تطوعت أن يعني أن أكسر هذا القيد الموجود عند الطلبة باعتبار أنا ابن جامعة بغداد والجامعة كلش يعني أنا مرتبط بها نفسيا وروحيا. بين فترة وفترة كنت يعني أروح إلى الكلية وأزورها ألتقي بالطلبة أشوف الطموح مالتهم يعني مو ذاك الطموح يعني ما عندهم طموح. فقلت أنا يعني طوعت أن أدرس مجانيا لمدة عام في كلية العلوم السياسية وبحمد الله يعني قدرت أن أصنع يعني جيل من الطلبة. نسبة النجاح صارت عندي 100% يعني حصلت على كتب شكر كثيرة كثير من المنظمات يعني رادوا يتعلمون طريقتي في أنا يعني ما أدرس بقدر ما أني أدرب بصراحة. دكتور أنا قرأت السي في والسي في ما شاء الله يعني بالعديد من المعلومات، لكن باعتبار أنه لين البرنامج نريد نحاول نحصل من عندكم أكثر معلومات. نعم. والوقت ما يسعنا، فلذلك يعني دن نضيع على بعض الأمور، لكن هو أكيد السي في مليان. الحمد لله. خليني أروح للدكتورة سناء. نجي لأرض الواقع. هسا إحنا حكينا شوية مراحل عن الحياة وهاي، لكن نجي لأرض الواقع. أكو موضوعة الرواتب التلاميذ، هذا اللي يشغل الساحة الآن. قبل فترة هو حضرتك صرحتي بهذا الموضوع، فأريد أعرف وين وصل وشنو الـ يعني شون يحصل التلميذ على هذا الموضوع، وهل هو لعوائل معينة أم للكل؟ هذا يعني بشكل عام. بلي. باعتبار أنا باشرت برئاسة هيئة الحماية الاجتماعية وقريت القانون الخاص بالحماية الاجتماعية، وجدنا أكو هناك إعانة مشروطة. هذه الإعانة المشروطة أنه إحنا مو فقط ننطي يعني رواتب وبالتالي أكثر الطلبة تترك الدراسة وبالتالي إحنا قاعد نورث فقر، فلا بد أن نجي نحل مشاكل هذه العوائل. يعني ليس فأولا هذا الراتب ما يكفي للعائلة اللي قاعدة، وبالتالي صارت عندنا رؤية، والسيد رئيس الوزراء هو مهتم باعتبار هو كان وزير العمل. من الإعانات يعني الخدمات الاجتماعية اللي يجب أن نقدمها، اولا احنا مساله الغذائيه، والسيد رئيس الوزراء زود الغذائيه للعوائل اللي تاخذ اعانه اجتماعيه. نعم. كان من المفترض تعرفين احنا في قانون رقم 11 لعام 2014 الراتب يختلف عما يستلمه، لحد هذه اللحظه ما مطبق القانون باعتبار الموازنه ما تكفي والعوائل المسجله اعداد كبيره وهم يطالبون بزياده الرواتب، والرواتب ما تكفي، اكثرهم يسكنون يعني بالإيجار، ما متوفرت لهم خدمات، وأغلبهم يشتغلون يعني أولادهم يدرسون ويشتغلون أولادهم هناك كثير من النساء اللي هي تعيل الأسرة الأرامل. يعني تقول إحنا أولادنا حتى إذا كملوا دراسة وردنا مثلا ردناهم يكملون يروحون للجامعات، عندما يطلع اسمه خارج المحافظة ما راح يصير علينا ثقل أب آخر باعتبار يردون يعني مبالغ يصرفون بيج أو يرحلون أجور النقد. بالتالي هم يطالبون بالزيادة. زيادة السيد رئيس الوزراء في البداية كانت أكونية لزيادة الرواتب، لكنه لما نحسبه وإحنا كنا فاتحين نافذة إلكترونية وكان الدولار صاعد والظروف الاقتصادية اللي يمر بها البلد كلش، بالتالي لما نسجلوا عدنا 2,000,000 بعد ما صار تقاطع البيانات بقى 1,700,000، هذا عدد كبير. ما نستطيع أنه إحنا نزيد الرواتب ونترك هذا العدد الموجود. نعم. فالسيد رئيس الوزراء صارت هناك مداولة وعدة اجتماعات أن نزيد عدد الشمول، يعني كان المفروض 300,000 صارت النية أنه يصيرون 600,000 ضمن موازنة 23. ففكرنا كيف نخدم هذه العوائل ونقدم لهم إعانة مشروطة. فالإعانة المشروطة جينا فكرنا بالطلبة العوائل اللي يعني تاخذ إعانة اجتماعية العائلة ومن بابا تخلون الطفل او يكمل الولد دراسة او هاي بعده بالدراسة، يعني تعطوه حافز. نعطيه حافز. فصارت عدة كتب ارسلت الى وزارة التعليم العالي باحصاء عدد الطلبة اللي اهلهم ياخذون إعانة اجتماعية بالاضافة الى التربية، وان شاء الله ضمن الموازنة ان تكون
هذه العوائل أن تأخذ. ما مسجل يعني هو عنده أطفال وهو فقير لكن ما مسجل على الرعاية الاجتماعية بسبب ظروف أو كذا. حالياً السيد بلي حالياً السيد وزير العمل فتح يعني التسجيل الورقي. وإحنا انطينا 3 أشهر هذه الفترة اللي صار إلكتروني. وأيضا أنا أرسلت كتاب للسيد رئيس الوزراء مقترح على أنه المرأة تبقى النافذة إلها مفتوحة دائما لأن هذه ما إلها ذنب زوجها يتوفى أو يعني ما يصير توافق بين الزوجين ويصير انفصال أو اللي زوجها مسجون. هذولا يجب أنه إحنا هو من اسم القانون هو حماية يجب أن نحمي هذه المرأة. بالنتيجة يعني صار مقترح والحمد لله تنفذ انفتحت النافذة الإلكترونية وتبقى مفتوحة خاصة للمرأة. للمرأة يعني هسه اللي ما مسجلة أو اللي ما عندها بالرعاية الاجتماعية مفتوح السجل. بالنسبة للرجال اللي مثلا أيضا السيد وزير العمل مشكور قاعد يمشي موافقات استثناءات ورقية استثناءات اللي يروح للوزارة اللي يروح بالي. موضوع مهم جدا دكتورة بس خليني شوية رايحكم نروح لفاصل وبعدها نواصل. مشاهدينا خليكم ويانا بعد الفاصل. مشاهدينا رجعنا وياكم بعد الفاصل ومتواصلين ببرنامج المحطة ويا هاي الأجواء الباردة بردت نعم بردت الدنيا حيل يعني وهي يمكن من نعم رب العالمين علينا أنه رمضان هذه السنة الحمد لله برودة. احنا كل مرة يجينا بتموز بآب كذا يعني العراقيين يتعبون حيل خاصة اللي يشتغلون برا بالشمس وكذا فيتعبون. دكتور خليني تكلمنا عن الرعاية الاجتماعية نتكلم عن دوركم في الشؤون السياسية. اليوم أنت ترأس فريق التواصل الجماهيري للتواصل مع النخب الأكاديمية. هذا الفريق شنو دوره وين يريد يوصل هذه النخب أو دراسات هذه النخب؟ يعني تكلم لنا عن شوية. يعني هي الفكرة كانت فكرة احنا كنا نعاني منها لما كنا يعني مو بهذه الحكومة ككفاءات ونخب نشعر دائما انه هذه المساحة لم تستثمر من قبل الحكومات السابقة. دائما كان الأستاذ الجامعي او الكفاءة او النخبة يشعر بان مقترحاته الخبرة اللي يكتسبها دراسات ما عادت الحكومات تستفيد من عندها. يعني الفكرة كانت هي فكرة بسيطة جدا وهذا من صميم عمل المستشار انه لما كانت أزمة الدولار في الأسواق العراقية أنا ذهبت إلى سوق الشورجة والتقيت بمختلف الناس يعني من أصدقاء من معارف حتى اللي ما أعرفهم وكان دائما يعني أبث الطاقة الإيجابية عند الناس أنه أنت بدل ما تشكون أنطوني حل. أنا حاليا في موقع قريب على رئيس الوزراء وأستطيع أن أساعدكم في إيجاد حل لهذا الموضوع. فجمعت رجعت البيت 13 مقترح تقريبا نطوني من تجار من أصحاب صيرفة من غيرهم وكتبتها لخصتها بستة مقترحات. لما أريد أكتبها إلى دولة الرئيس فعلت الأنترنت لقيت أنه دولة الرئيس يعني في وقت سابق من اليوم اللي أنا كنت به متخذ عدة إجراءات للسيطرة على سعر الصرف. فشفت الإجراءات اللي اتخذها دولة الرئيس نفس هالإجراءات اللي اقترحوها الناس. فمباشرة كتبت إلى دولة الرئيس مطالعة في ثاني يوم قلت له دولة الرئيس أنه هذا يدللنا على فت قضية معينة أنه هذه الكفاءة والنخب تفكر بشكل واقعي من أرض الواقع بالتالي أنا عندي مقترح دولة الرئيس أنه نأسس مكتب حتى نستثمر وجود هذه الكفاءة والنخب. عندهم طاقة عندهم يعني إحنا نؤمن بهذه الطاقات العراقية. فمباشرة يعني هامش دولة الرئيس أنه شكل فريق وأنا داعم لهذا الفريق. شكلنا الفريق وعلى مستويين أعضاء ومنسقين. عقدنا أول اجتماع. الفكرة هذه مبتكرة لأنه يعني عذرا تستقطبون النخب لو أكو نخب معينة هي اللي لا هو إحنا يعني القرار اللي اتخذناه أنه كل مواطن عراقي يشعر بأنه لديه قدرة على تقديم حلول لمشكلات البلد يكتب لنا إياها. يعني خصصنا رقم تليفون بواتساب وعن إيميل وصفحة على الفيسبوك
واختارينا اذكرها دكتور، اذكرها خاف احد ما يعرف، اذكرها موجود يعني موجود. البيانات كلها موجوده على الفيسبوك اسمه فريق التواصل الجماهيري. نعم. لما يضغط على هذا البحث فيطلع الفريق بوسائل اتصال برقم تليفون، وهذا رقم التليفون ما راح يهمل طلبه ابدا ولا. ما راح يهمل، بس خليني احدد هذا الموضوع. هذا الرقم الهاتف على مدار الساعه حتى يعني لمده يعني 24 ساعه مفتوح هذا التليفون. انا مأكد على الاخ مدير المكتب انه مدير مكتبي انه هذا التليفون ما يغلق، تستقبل كل المقترحات. لكن خلينا فد معايير. المعايير شنو؟ انه مو مقترح عام، يعني كلتنا ندري مثلا اكو مشاكل بالبلد، لكن انا ما اقدمها على شكل مقال، وانما على شكل دراسه موضوعيه علميه بها اليات للتنفيذ، بها رؤيه، بها هدف. نعم. الهدف من هذا شنو؟ طبعا عده اهداف. الهدف الاول انه احنا نريد هذه الكفاءات والنخب تشعر بانها جزء من صناعه القرار، مشاركه شارك، ونسحبهم الى مساحه كانت هذه المساحه مهمله بالحكومات السابقه. عذرا دكتور، يعني هسه هو قدم، اني هسه عندي نعم. مقترح ودراسه قدمتها، نعم، شفتوها مناسبه راح تدزون على هذا الشخص ويتم... خليني ابدا بالاجراءات. أي. اول شيء الفكره شلون اسسنا لها احنا. نعم. الفكرة هذه أنه الأهداف الأمم المتحدة في الألفية الثانية تؤكد على أنه من معايير الحكومة الرشيدة أن يكون المواطن جزء من صناعة تشاركية، جزء من صناعة القرار. نعم. هذه احنا حققناها، أريد ننفتح بعد أكثر. سوينا على مستوى الوزارات، منسقين على مستوى كل الوزارات، هذه ليش راح نجيها بعدين. بعد شهر رمضان إن شاء الله شكلنا لجنة داخل الفريق أن تنفتح على المحافظات، كل محافظة يكون بها فريق تنسيقي. ليش هذا التعقيد وليش هذا الامتداد؟ لأنه مساحة المقترحات يعني إحنا متوقعين تناسب مساحة المشاكل اللي يمر بها البلد، تراكم المشاكل اللي صار عندنا. بالتالي إحنا نحتاج الكفاءات الوطنية، الكفاءات العراقية أن تبدي رأيها في هذه المشاكل، في كل شيء، في كل شيء، مفتوحة من الألف للياء. كل مواطن عراقي داخل وخارج العراق مدعو للانضمام إلى هذا الفريق. طبعا العمل تطوعي، احنا اليوم في فريقنا في الأستاذ الجامعي، في عميد الكلية، في الضابط، في الأمني، في من وزارة الصحة، في من وزارة الثقافة، في من كل من حتى عندنا منسقين في مجلس القضاء الأعلى، لأنه قضية تطوعية. حلو. تشارك يعني نحتاج احنا كل الطاقات الوطنية. هذا الموضوع، موضوع المقترحات اللي راح تجينا لما ترسل سواء عن طريق الإيميل أو عن طريق الواتساب أو عن طريق الفيسبوك، نأخذها. الإنجاز يكون خلال 24 ساعة المقترح نعرضه على لجنة فرعية داخل فريق التواصل، يرأسها أساتذة جامعيين، يشوفوها هل هذه المقترحات عملية قابلة للتنفيذ. إذا كان رأيهم في ظرف ساعة أو ساعتين يدزون الإجابة مباشرة هذا الموضوع. أوكي، هذا موضوع يعني ممكن تطبيقه. لا، مرات تجينا مقترحات تحتاج إلى رأي مختص ما موجود بالفريق، فنخاطب الوزارة المعنية باعتبار عندنا بها منسقين. هذا الموضوع جانا مثلا على الكهرباء، فالمنسق وزارة الكهرباء نقول له شنو رأيكم، شنو رأي الدار المختصة بهذا الموضوع، راح يشوفه أيضا يرجع لنا جواب في خلال 24 ساعة يكمل هذا المقترح. لكن هذا الشيء يسهل حتى عمل الحكومة، بالتالي راح تعرف شنو وجوه الخطأ أو الأمور اللي يجب بالضبط. هو هذا اللي احنا دا نطبقه. لما المقترح يعني يستكمل هذه الإجراءات في ظرف قياسي، نكتب مطالعة إلى مدير مكتب رئيس الوزراء، ومن ثم ننتظر هامش دولة الرئيس على هذا المقترح. نحرص احنا انه اول شيء يعني هذا المقترح اذا نفذ فاحنا راح نتكفل بالمتابعة، وصاحب المقترح يحتفظ باسمه الى اخر إيه؟ الى اخر نفس، يعني ما راح يضيع تعبه مثل ابدا ما نقول. ونحن نتواصل مع صاحب المقترح بشكل مباشر. ارقام التليفونات موجوده، رقمي موجود، اني ارقام والاخوه في فريق التواصل. نطمح انه فريق التواصل هذا يكون يعني عدده يتعدل. بلش هو بلش عمله؟ بلش عمله، وفي اول يوم الحلوه في اول يوم من انطلاق، لعله قبل تقريبا اسبوع او ثلاثة اسابيع احنا عقدنا المؤتمر الاول لنا، وكان على قنوات الفضائيه. اكثر من 100 طلب انتساب اجانا. تقريبا حاليا احنا يعني تعدينا يعني في اليوم الاول وصلنا بين 17 بين 20 مقترح ناضج.
انتوا فرحتوا بهذا الشيء اكيد فرحنا لانه نشوف اكو استجابه من تشوفون انه المجتمع بهيجي ناس وبهيجي نخب عندنا اليوم يعني معروض على اللجنه وكلاء وزارات قدموا انه يكونون اعضاء في هذا الفريق عندنا مدراء عامين عندنا متقاعدين عندنا كفاءات من خارج العراق عندنا دراسات جدا 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 دراسات علمية موضوعية تفيد الدولة العراقية الحكومة العراقية في حل كثير من الإشكاليات الموجودة وهذا قلت لك يشعر المواطن أنه جزء من حل وليس جزء من مشكلة احنا عندنا إيمان دولة الرئيس عنده إيمان مطلق بأنه العراقيين قادرين على الإبداع قادرين على تقديم الحلول قادرين على صناعة الفارق هذا احنا نستثمره وفعالية بسيطة جدا نستثمرها بوجود هذه الكفاءات الوطنية اللي تدير فريق التواصل الجماهيري والحمد لله اليوم احنا اكو مؤشرات جيدة جدا مشجعة انه نمضي قدما نزيد عدد الفريق انا طلقت يعني طموح امام الاعضاء والمنسقين انه انا عندي طموح كل العراقيين يكونون اعضاء في هذا الفريق كل العراقيين بدون استثناء حلو يعني اليوم حتى يجوز الشخص الفاتح لتشمبر يجوز نعم. عنده مقترح اجانا مقترح من البصرة او يعني طلب من البصرة لشخص عنده مزرعة فلاح ما يمتلك اي يعني مؤهل علمي حلو لكن تعاملنا وياه بكل اريحية وبكل جدية واتصلنا بهذا الشخص ويعني طرحنا عليه فكرة المشروع وهو طرح علينا يقول انا يعني عندي انا صاحب خبرة في الزراعة في إدارة المياه أقدر أعطيكم من خبرتي أقدر أعطيكم من يعني حلو هذا الشيء يعني مسيرتي بارك في الله إدارة وإن شاء الله يعني هذا المشروع يكمل ونشوفه على أرض الواقع طبعا أنا ما أنسى أنه أجدد شكري وامتناني لأعضاء الفريق هذا الفريق فريق التواصل الجماهيري دعم مباشر وإشراف مباشر من دولة رئيس الوزراء ومن مدير مكتبه دعم مباشر واطلاع مباشر على كافة التفاصيل وإحنا تقريبا بشكل يومي نرفع تقرير إلى دولة الرئيس أنه هذا اللي صار وهذا اللي عدنا وهذا اللي قدم وهذا تصوراتنا للمستقبل إن شاء الله بارك الله يعني بكم إن شاء الله نشوفه على أرض الواقع الله سبحانه وتعالى الموفقية في هذا الموضوع ونخدم أبناء شعبنا إن شاء الله دكتورة خلي شوية نبعد عن الأمور الاجتماعية والسياسية ونروح على القطار شفتك أخذتي نظرة للقطار ما راكبة قطار يعني بالعراق ما راكبة قطار راكبته برا بغير شو تحسين القطار في يعني هل هو أجمل من السيارة أو الطيارة أو لو لا يعني بالعراق أكيد أجمل بس مع الأسف ما راكبة يعني كنا نتمنى صار لنا سنوات أنه صير في سكة قطار في النجف وتجاوزوا على الأراضي اللي يمر من خلالها القطار نتأمل إن شاء الله بهذه الحكومات اللي يعني خلال هاي الموازنة 3 سنوات أو بعدها أنه أكو من المحتمل أنه يكون قطار اللي يربط مثلا كربلاء نجف هو يفيد هم يعني في مسألة الزيارة خصوصا الزيارة الأربعينية هذه المحطة شايفيها بالكتب فاليوم أنا أول مرة أدخل بيها حلو طبعاً إحنا ضيوفنا تقريباً أغلبهم من يجون يقولون نهنيكم على اختيار المكان لأنه أغلبهم ما صاعدين قطار أو ما جايين للمحطة فهو هم البرنامج اسم المحطة وفي مكان المحطة في شيء رائع دكتورة يعني يمكن بالكواليس أو بالفاصل تكلمنا عن أنه هل من الممكن اليوم أي شخص عاطل عن العمل انه يحصل على راتب يعينه على امور الحياه لو هذا يعني بعده حلم يعني. تعرفين احنا مرتبطين بموازنه يعني هسه احنا في موازنتنا وضعوا 6 تريليون للحمايه الاجتماعيه هل هي كافيه والحمايه الاجتماعيه اليوم احنا يستلمون 1,800,000 أسرة يعني معناتها 6 مليون 7 مليون فرد وإذا أجدت 600,000 أسرة معناتها راح صير عندنا 1,500,000 يعني من الصعوبة إحنا نفكر بإيجاد فرص عمل للشباب دعم القطاع الخاص ننتظر قانون الضمان الاجتماعي يكمل تشريعه من مجلس النواب لدعم القطاع الخاص دعم هذه الشباب إعطاء قروض وتدريب الشباب ما من الممكن شاب يعني يتكسر يأخذ له 200,000
هي غير كافية، ما يستطيع أن يطور نفسه. لكن بهذه الظروف اللي إحنا نمر بيها، أنا ألتقي بالشباب يقول لك أدفع الإيجار، أدفع مثلاً قسم عندهم أطفالهم مرضى يدفعون مثلاً. لكنه إذا صار تطبيق كامل، ضمان الصحي يشمل الحماية الاجتماعية، تدريب، إحنا اليوم قدمنا مقترح، اليوم كتبنا كيف نعيد مراكز التدريب اللي انفصلت بفصل الصلاحيات، راحت للمحافظات، انفصلت عن دائرة العمل اللي بها القروض. المفروض هاي مترابطة، أنا أدرب شباب وبالتالي أنطيهم قروض حتى يقيمون مشاريع صغيرة. أصبحت مراكز التدريب معطلة بالمحافظات. اليوم أنا قدمت بعد ما التقيت بمديرية العمل، مسؤول مدير يعني مديرية العمل في بغداد، طرح مشكلة أنه مراكز التدريب معطلة بعد ما انتقلت للمحافظات، وبالنتيجة اليوم أكثر الشباب ما يعني ما قاعدين إحنا نجد لهم فرص تأهلهم لممارسة مهن معينة. وحتى نستطيع تعرفين موازنة بها 40,000 قرض، وبالتالي عندما يكونون هؤلاء الشباب مدربين ينتقلون يأخذون قروض، راح تكون هناك مشاريع ناجحة. يعني هذا حتى بعد يقل العبء على الدولة، يقل العبء ونخرج يعني من قاعدة البيانات الموجودة بالحماية الاجتماعية. يجب أن تكون هناك مشاريع زراعية مثل ما ذكر الأستاذ، هذا الأمور والمقترحات إحنا قدها بنستفاد من عدها من خلال التواصل الاجتماعي، كيف نستطيع أن ندعم القطاع الخاص جانب الزراعة الصناعة حتى هؤلاء الشباب يجدون فرص عمل. اليوم شاب معطل يأخذ إعانة اجتماعية، والعاجز والمرأة والمعاق ما قاعدين يحصلون، يعني أكو تنافس. لابد هذول يعني الشباب، لأنهم ما دام ما أكو عمل مضطرة الحكومة أن تعطيهم إعانة اجتماعية. هذه الأمور هي يعني تحتاج أنه توحيد كل الجهود وكل العمل من أجل إيجاد فرص عمل ودعم القطاع الخاص. ما نستطيع أن ننطي كل شاب عاطل عن العمل، قد في دول أخرى، يعني أنا زرت الكويت ب 2005. رحت زرت دائرة اللي هي يسموها شلون إحنا مجلس الخدمة عندنا، يقولون إحنا أي واحد يتخرج يكون اسمه مسجل في مجلس الخدمة. وتلقائياً يكون. تلقائياً يروح، مو إنه لمن أكو فرص يعني مال توظيف. بالتالي ولو هم عدد السكان أقل، نعم يختلف فرص العمل قد أكثر، لأن القطاع الخاص عندهم أفضل، والظروف اللي مرينا بها تختلف. فهم مثلا الشاب يقول أنا أعرف إيش وقت راح أتعين، إن ينطوني وصل أنت بفلان سنة يظهر التعيين مالك. شو قصر عندنا هاي؟ إحنا أعداد كبيرة مو بقدر العدد اللي عندهم، قطاع خاص عندنا تعبان. يعني إحنا متوقفة كل المصانع مالتنا، متوقفة فعلا. الزراعة عندنا يحتاج يعني أمور استراتيجية، يعني هاي كلها أمور وقتية. أنا اليوم صحيح يصير تبليط وحدائق، هاي محتاجيها هاي الخدمات، لكنه أنا أسعى إلى كيف أفك الاختناقات في بغداد. يعني مشكلة أنت لما تريدين تنتقلين من وزارة لوزارة لمتابعة ملف معين ما تستطيع، يا دوب تمرين بوزارة واحدة. بالنتيجة إحنا نفكر لعمل استراتيجي وفق خطة مدروسة. الأمور الروتينية اللي هي إحنا نبقى نقولها لكتابنا وكتابكم تعرقل هواية هواية. بلي يعني إحنا اليوم نشوف هاي السيد رئيس الوزراء قاعد يشتغل عمل آني وعمل إلى مدى بعيد استراتيجي، يعني لسنوات، كيف إنه يعني خصوصا عندما أطلق العراق في عام 2050، هذا ينطيج أكو أمل إنه أكو حكومة قاعد تفكر قاعد تخطط لمستقبل عام 2050. يعني بالتالي أنت تستطيعين أن تضعين في يعني تفكيرك كيف الإعانة الاجتماعية تتخلصين من عندها، كيف تقدمين خدمات. أنا يوميا أدخل على كل الدول أشوف كيف يقدمون إعانة اجتماعية. بعض الدول ما تعطي مبالغ، تجي تدرس واقع هذه الأسرة، تشغيل ممكن. شنو تحتاج مثلا، ما هي البرامج والفعاليات. قد هذه الأسرة عندها مصدر رزق، لكن عندها أولاد ما تستطيع أن تزوجهم، أن أساعدها في تزويج أبنائها أو لا. ممكن تقدمين هيك مقترح دكتورة؟ في يعني عندنا عدة مقترحات قاعد نقدمها. بعض الأسر مثلا هي عندها مصدر رزق لكنه
بيتها صغير تحتاج انه بناء غرفه او وهكذا امور. هاي وجدناها بالاردن وجدناها بتركيا. اكو خدمات اجتماعيه. احنا الخدمات الاجتماعيه اللي عندنا شملنا بها هذا العام عندما كنت انا رئيسه هيئه الطلبه بالمنحه المجانيه. السيد وزير التعليم العالي مشكور يعني ساعدنا بالمنحه المجانيه والجامعات الاهليه بالطلبه اللي محصلين على معدل 93 فما فوق وما يستطيعون ان يدخلون واهلهم ياخذون اعانه اجتماعيه. نزودهم احنا بكتاب انه هذه الاسره تاخذ اعانه اجتماعيه. بالتالي سبحان الله يكونون ايش قد شطار هم. بلي معدلات كلش عاليه. معدلاتهم عاليه رغم الفقر اللي هم بيه ورغم العازه فالسيد وزير الصحه ايضا قبل كم يوم كان هناك لقاء في يعني نخب الكفاءات بحضور الدكتور شيخ امام حمودي كان مسوي فد ندوة حوارية حول الصحة وتطويرها. بالنتيجة أعلن أنه الضمان الاجتماعي الضمان الصحي العفو راح يشمل العوائل والأسر اللي تتقاضى إعانة اجتماعية. هذه الأمور يعني تعاون يصير تعاون يعني أول ما يبلشون بالأسر اللي تتقاضى إعانة اجتماعية. هذه الأمور تجعل أنه أكو أمل لتخفيف الفقر اللي موجود اليوم. إحنا يعني خط الفقر كلش عالي موجود لكن هذه الأمور مواد الغذائية تحسنت، السلة الغذائية ازدادت لهم، شمول راح يصير أكثر بعد ما الموازنة. نتأمل من الأخوة في مجلس النواب أن يسرعون. والله بالتالي كل ننتظر الموازنة بالتالي شمول يعني 600 ألف أسرة هذا راح يعني يساهم في تخفيف الفقر عن هذه الأسر. بالإضافة إلى هناك كثير من المقترحات إحنا يعني في صدد. إحنا قدمنا مشروع أنه أعطاء أو شمولهم بقطع أراضي وشمولهم بقرض الإسكان لهذه الأسر، لكن سيد رئيس الوزراء يعني طرح أنه في النية جاوبنا أنه نبني دور لهذه الأسر. 500 ألف وحدة سكنية موجودة في موازنة عام 23 للعوائل وللموظفين اللي رواتبهم بسيطة وللعوائل اللي تتقاضى إعانة اجتماعية أن تكون. هذا بالتالي راح يستطيع أنه نرفع الإيجار اللي تدفع هذه الأسر. والله دا تفعلت هذه فبارك الله. أكيد فيصير فد إن شاء الله. إن شاء الله هذا حلو الخبر يعني إذا تحقق. دكتور ريد خبر مثل هذا الخبر هيك تفرحنا به؟ أكو فشي على أرض الواقع جديد راح يصير؟ يعني أول شيء مو خبر بقدر ما هو أنا أستثمر وجودنا في هذه القناة، أستثمر وجود الدكتور الموسوي. واستثمر طرحكم للتواصل فريق التواصل الجماهيري بالمقترحات. أنا أقترح أن يتم استثمار وجودنا في هذه المحطة وأن يستقل المسؤولين القطار في الذهاب إلى محافظاتهم أكثر أمناً. صحيح وقت يأخذ أكثر لكن حلو لما نشوفين مسؤول يستقل القطار ويذهب جنوباً أو شمال يعطي دعم لهذه المؤسسة لهذه يعني هذه البناية اللي بنت سنة 52 وهذه البناية موجودة فقط اثنين منها فقط، واحدة في قلب لندن وواحدة في قلب بومباي. وهذه الساعات اللي تشوفوها هي ساعات تشبه ساعات بيج بن وتعرضت إلى التخريب في أيام الاحتلال الأمريكي وأعيد بنائها في بريطانيا ومن ثم أجت هنا. مكان تراثي، مكان يعج بالحياة. فيا ريت لو المسؤولين حلو هذا مناشدة من 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 يعني من عندي أني لكافة المسؤولين وخصوصا اللي تمر محافظاتهم على القطار سواء يصل إلى البصرة أو إلى الموصل أن يستقلوا هذا القطار ويشجعوا هذه الخطوة للناس الآخرين. فعلا بارك الله بك. حلو خوش مقترح. إحنا وقتنا يعني انتهى والحديث وياكم يعني أكيد يراد له بعد حلقات ومواضيع حلوة. إن شاء الله باللقاء الآخر نشوف على أرض الواقع الكثير من الأمور اللي ذكرتوها وتتحقق. شكرا جزيلا لوجودكم ورمضان كريم عليكم وعلى عوائلكم. مشاهدينا مثل ما دائما نقول محطاتنا بعدها مستمرة، فخليكم ويانا ويا محطة جديدة يوم غد إن شاء الله. إلى اللقاء.